شاهد بالصوت والصورة من ملحق ملعب نيلسون مانديلا المجتمع المدني من شباب وإطارات وفنيين يقدمون الإضافة قبل ساعات من بداية الحفل الافتتاحي لشان 2022 في الشان في بلاد الشان الشان عفوا في بلاد الشان. هم لي جنح يقولون كلمة أخويا العزيز متطوعين بيان سور. سلام الله يبارك يا أخو، كانت منظمة بزاف الحالة وإن شاء الله نكمل الواقع حتى تخلص. واليوم راكو تدربوا على الحفل الافتتاحي، وش راح ديروا وش ما راحش ديروا؟ نسقموا نتفرحوا. صحيت خويا العزيز كلمة أخو فوالا. هذه هي التحضيرات الأخيرة. مثلما تشاهدون العديد من الشخصيات الأجنبية حاضرة، منها مصر الشقيقة، كونغو، كاميرون، سنغال، كلهم حاضرين من أجل إثبات قدرة الجزائر على رفع التحدي وإنجاح هذه الدورة الهامة التي تكتسي طابع خاص للجزائريين وللدولة الجزائرية التي تسعى جاهدة بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من أجل الفوز باحتضان كان 2025. إن شاء الله ستعود لنا الكلمة، إن شاء الله ستكون بداية مثالية لأشبال مجيد بوقرة أمام المنتخب الليبي سهرة الغد بداية من الساعة 8 ليلا، على أمل أن يتوج بالكأس القارية التي ستزيدنا عزما وإصرارا على بلوغ الأفضل في قادم التحيات. دائما مبعوث أو موفد القناة الإلكترونية زير تيوب حسين بوشكير من قلب الحدث نيلسون مانديلا. زير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.